بذور الصرح يوم الأربعاء. الأربعاء كان في المظاهرات على طريق كركي أو البواكب على طريق كركي تأجل لليوم. يعني ما إنه ما مش إنه الظروف، لأنه في كتير معتبرين نحن اليوم بالعكس نحن مع سيدنا دائما يعني نجي بشكل طبيعي على بكركي. ثابت اليوم الأمور مثل ما شفتوها، تبادلنا الآراء مع سيدنا، ونحن دائما تعودنا إنه نحكي ضميرنا ببكركي، لأنه بتصور الكنيسة المارونية وخاصة رمز الكنيسة المارونية وبكركي هي رمز الضمير الماروني. لذلك نحن أتينا، واليوم اللي صاير نحن أهين شيء اليوم عند كل مسؤول لبناني أو كل إنه دغري بيتخلى عن الناس، بيتركهم وبيضل ماشي بيبرم ظهره وبيبيض وجهه مثل ما شفنا هاليومين حفلة التزلف وبياض الوجه، وبيضل ماشي والعالم كرامتها وأعراضها وكل هذا لا يعني. المهم نوصل، نوصل على ظهر الناس، على ظهر كرامات الناس، على ظهر يمكن الناس لسا ما تعودت انه نحن مش هيك. هذا يعني مش رح نجي نحن لا عم نفتش على منصب ولا عم نفتش على مستقبل هيك نرسمه. الله اللي بيقرر المستقبل، يعني ما حدا بيقرر المستقبل، الله اللي بيقرر المستقبل. نحن اهم شيء اللي بدنا نورثه لاولادنا ولاولاد اولادنا هو كرامتنا، هو كل واحد نحن شفنا حالنا بأهلنا بنتمنى أولادنا يشوفوا حالهم فينا. لذلك نحن ولا يوم قربنا على حدا. الدول العربية نتمنى ونتمنى، ومش نتمنى بالسياسة مثل ما بيحكوا بعض السياسيين كلام إذا بدنا نعتبر ظهر روسي ويعني العكس. لا، نحن نتمنى فعلا العلاقات الجيدة والممتازة مع الدول العربية. نحن بهالحرب اللي صارت آخر 15 سنة بكل المنطقة، نحن لم نتفاعل ضد لا الخليج ولا دول العربية ولا حدا، وهذا مش كان لا خوفا ولا تملقا ولا تزلفا، كان قناعة. كانوا حلفائنا عارفين، وكانوا الدول الأخرى عارفين، ولا عملنا لا طلبنا منه شيء ولا قلنا شيء. نحن هذا موقف قناعة. هذه نحن موضوع موقفنا من المملكة العربية السعودية، موقفنا من الإمارات المتحدة، موقفنا من كل الدول العربية وكل دول الخليج واضح. مش يمكن نتفق معهم، يمكن نختلف معهم، بس نحن منا بحجم أنه نتحدى هون أو نحط أو نوقف بشهم. يمكن في آخرين بيعتبروا أو في آخرين بدهم يتملقوا لهالفريق أو في ناس تتملق لهم بالدفاع عنهم، في ناس بدها تبيض وجهها بمهاجمتهم. نحن ما فتنا بهذا السجن، وهذا بقناعة، وهذا بقناعة. هلأ اليوم يلي صار كنا بنتمنى ما يصير. ليه؟ لأنه نحن بنعتبر في وزير صديق حبيب، انتوا بعض منكم بيسموه وزير المرضى، مش لاني عم بتبرى منه ولا ممكن اتبرى منه، انا حد ومعه، بس هو وزير صديق وحبيب. ومواصفات هذه الوزاره كانت انه لازم يكون وزير بيسموه الاحزاب، بس مش حزبي ومش هذا الموضوع. ونحن اليوم قال كلام وانا قريته، اول ما سمعته قلت يمكن هو تكنوكراتي، قلت لكم فعله شي غلطه عامل شي. قريت الكلام طلعته ونزلته، راي مواطن لبناني قبل شهر مما يعمل وزير، وقبل بعشرين يوم مما يعرف انه راح يعمل وزير، لانه هيدي كل العالم بيقول ما يعمل وزير، وقبل بعشرين يوم مما يعرف انه راح يكون وزير، عطى رايه مثل كل العالم. بدي كل ببلد، نحن ببلد ديمقراطي، ببلد حر، ببلد اذا بدنا نعتبر انتم رمز حريه الراي بهذا البلد كاعلاميين. نجي بنلاقي انه صارت القصه. يعني أنا ضميري بحكي منطقي. أنا يمكن اليوم مصلحتي ومصلحتي الشخصية، مصلحتي إذا بدنا السياسية، أقول إجي إنه روح استقيل، وهيدي كتير، وبطلع مبيض وجهي وبطلع مدري شو كل هذا الجو.
اوكي هذه بعرفها، متفكروا اني انا حدا ضغط علي؟ انا ما حدا بيضغط علي، لكن اللي بيحكوا عن الضغط هن اللي بينضغط عليهم. يعني نحن بنقول شغله وحده، ضميرنا ما بيسمح لنا. وانا بحكيكم هلا، حكيت قدام سيدنا البطرك انه الوزير ارداحي عرض علي يجي على بكركي يقدم استقالته. هلا نحن عم نتغدى، انا رفضت، راح لكم اللي رفضت. وعرض علي يطلع على قصر عبده يقدم استقالته، كمان رفضت. انا مش موقفي ما يستقيل ولا موقفي يستقيل، انا موقف اللي بياخده الوزير ارداحي انا حده فيه، هو اللي بياخده هو بيقرر، انا موقف اللي بياخده انا وراه فيه وانا معه فيه. راح لكم اللي رفضت، لانه انا ضميري ما بيسمح لي اطلب وزير ما غلط. لو غلط، لو عمل الاشياء هو وزير او لو اعمل اي موقف هو وزير، انا لن اسمح ولم اسمح انه اي وزير يسب اي دولة صديقة او شقيقة او حليفة او غير حليفة. مش دولة، انا ما بدي اختلف مع حدا. طيب اذا وزير بطريقة او باخرى بيمثلني ما بسمح، بس انه ينعمل هذا الجو ضد وزير ما عمل شيء ببلد ديمقراطي ورأي حر وكل هذا، ينقال انه لا ما بنقبل. طب بكره خلينا نكون واقعيين، وحبلش بحلفائنا يعني السوريين والايرانيين وكل الدول الثانيه، اوروبا، فرنسا، امريكا، كله كل يوم بيقولوا كذا الوزير ما عجبني حكي ضدي شيلو. طب مش منطق هيدا، نحن اللي عم نقوله نحن نريد افضل علاقات. وانا بقول لك بيت الملك سلمان بن عبد العزيز، يمكن قليل منكم بيعرفوا، والملك شخصيا كان صديق بيي، كان في صداقه بينه وبين بيي، وانا بيي بالنسبه لي مقدس، وجدي بالنسبه لي مقدس، وانا بعتبر العلاقه الشخصيه ولو ما في ولا علاقه سياسيه اليوم، انا هيدي بالنسبه لي بتضل. بس ولكن هذا التعاطي انه نحن اليوم دونيه بالنسبه للمملكه او بالنسبه لاي فريق، ما حنتعاطى بدونيه هذا. وإذا اليوم كثير من الشعب اللبناني أو من القيادة اللبنانية والسياسية بدهم يتعاطوا بدونية، هذا شأنه. نحن ممكن نخسر، يمكن ندفع ثمننا، بس نحن ما بدنا نتعاطى بدونية، نحن بنتعاطى بكرامتنا، هذا موقفنا. أنا برجع بقول لكم، أنا شو بيقرر الوزير الداخلي، لأنه أنا بعتبر إنه هذا الشخص مظلوم، هذا الشخص ظلم، هذا الشخص حمل أكثر بكثير من اللي قالوا، واللي قالوا مسؤولية سياسية ولا مسؤولية حكومية. أنا ما فيني أجي، ما بيسمح لي ضميري، أنا عم بحكي هون بالكنيسة إنه ما بيسمح لي ضميري يقول له استعيل، بس شيل عن ظهري. وهلا بيقولوا اليوم إنه الشعب اللبناني كله سيدفع ثمن، أنا بقول ما بتحرث، هلا ما بتحرث، هذا يمكن بيكتفي. وبيقولوا مسار اعتذار، أنا بنتبه وقت اللي رئيس الدولة ورئيس حكومة الدولة بيقولوا نحن نرفض هذا الكلام، أنا بتصور يعني إذا ما بدنا نعمل مشكل، بتصور كتير واضح وكتير بيكفي. مطلوب إنه الوزير الداحي كان يعتذر، امبارح كان الرئيس وعاطي عم بيعمل اتصالات وطال الوزير الداحي يعتذر، سألني قلت له أكيد إذا في شيء بيحرج حدا وبيرج حدا ما عندنا مشكلة تعتذر. هلا سبق السيف العزاء، سبق السيف العزاء، ولكن يعني هذا موقفنا، وما حدا يزعل منا، لأنه يعني مش عم نفتش على إذا بدنا نعتبر ربح وخسارة، عم نفتش على كرامة بهذا الموضوع. معالي الوزير سؤال. تفضل. يعني نفهم منك أن ردة الفعل المملكة العربية السعودية كانت مبالغ فيها؟ هذا شأنهم، يعني أنا ما عم بقول، أنا عم بقول نحن ماذا نضمر؟ نحن لا نضمر إلا الخير، ولا نضمر إلا العلاقة الطيبة، ولا نضمر إلا الإيجابية. هلا ليش صار هيك؟ انا بلاقي انه يعني انا عم بقول اذا اي واحد قريب او 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 صديق سبهم ديريكت او حكي عليهم او كي، انا ضده، انا عم بحكيك صراحه. بس انا ما في نيمون يعني على يعني كل واحد بده يجي يحطه بالقالب شو بده يعمل. هلا اذا اللي قاله الوزير الداحي كان شخص عادي وكان اعلامي وبمحطه عربيه ومن قلب واجا من عمل وزير اجا من دبي على لبنان، مش انه زلمه عمل شيء ومتخفي او بس. هذا رايه، هذا رايه الوزير. برايك اليوم القضيه متوقفه على استقاله وزير او على استقاله حكومه ككل؟
حدا طالب ليك انتبه. نحن بنقول يوم اذا راحت الحكومه ما فيك تشكل حكومه من هلا لنهايه العهد، ونحن مش هذا هدفنا، يعني انتبه مش هذا هدفنا. نحن مش هذا هدفنا. هو مطلوب اليوم. برضو اذا عبوك اذا عبوك انا عم بقول لك برجع بقول لك انا شو بيقرر الوزير الداحي انا معه بيقرر يضل بيقرر ما فيني انا افرض على واحد شو يعمل. انا عم بقول لك انا هو هي كرامته بالدق هيدي هو قراره بالدق هو لو هو عم بقول لك برجع بقول لك لو هو ظالم غير مظلوم عندي غير موقف بس هو اليوم ظلم وانا معه هو بيقرر شو بده يعمل. هلا بتقلي بتقرر الحكومه انه يا بتفل كلها هيدا شانه انا ما عم بحكي هون انا عم بقول نحن بالنسبه للوزير الرداحي نحن هيدا ما وقفنا معلي. بس حضرتك كتبت ظلم ولكن واقعيا كمان في 4 مليون ظلم ونتيجه القطيعه. مين قال ليش ظلم؟ انتبه انتبه انتبه. لا اذا كل دوله انتبه اذا كل دوله عندها رعايه لبنانيه واليوم رايحين يشتغلوا بعرائش بينهم بهذه الدول وهني عم بيعطوا الدول أكثر ما عم بياخذوا من هذه الدول. يمكن كل مرة منهدد إنه منكب لكم ياهن كمان مش منطق. يعني إنه أنا اليوم مع احترامي لكل دول العالم إنه أنا كلبناني لكن إلي على الفلبين وإلي على وعلى كل عامل أجنبي عم بيشتغل ببلد صار وكأنه نحن عم نخدم هذا البلد. اليوم اللبناني مثل كل العالم يعني عم بيشتغل بعلى أجبينه بهالبلاد. هل يعني اليوم مش عاملين له إعاشة عم بيعطوها؟ نحن عم ونحن بنشكرهم انه عم بيستقبلون وبنشكرهم انه عم بيسجلون وعم بيحطون بس ولكن هذا عمل وليس مش لاجئين لبنانيين قاعدين ببلد عربي عم بيقبضوا اعاشات وعم بياخذوا. طب انا قصدي اللبنانيين هون القطيعه اللي صارت حتى الدول العربيه يا خيي كتر خيرها انه مستقبل كل هاللبنانيين. ونحن بنرجع بنقول نحن اكثر ناس حريصين على هاي العلاقه. وانا بقول لك وانا ما بقولها بالسياسه انا بقولها بالحقيقه لانه بيعرفوا انه انا اليوم وقت اللي عم بحكي كمان انا عندي مشروع وعندي خط يمكن اوقات بيزعجهم. انتبه انه انا وقت باخذ هذا الموقف اليوم صار مقبول اكثر بكثير. وقت اللي اول ما قلت هذا الموقف كنت خاين عند فريقنا. نحن اليوم عم نقول ونحن نريد افضل العلاقات مع هذه الدول بس ولكن مش كل شغله. طب انه على بكره انه بتجي فرنسا ما عجبها موقف الوزير بتقول انا يا بقطع المساعدات يا كذا يا بتشيلوا هالوزير على بكره بعد مش منطق. هذا مش منطق. بس حضرتك قلت انه ما بتضغط على الوزير الرئيسي اكيد بتحترم رايه وكان هو عنده نيه يطلع يقدم استقالته او بعبده او ما كان عنده نيه. انتبه هو قال عرض فنو انا ماني ضد يعمل اللي بيريحه بس انا لا اريد ان انتبه لا انا ما ببيع ايه انا ما قلت له لا انا قلت له لا انتبه انا قلت له انا مش معي يعني في فرق يعني انا بقول لك حتى مع رئيس الجمهوريه بروح بقدمها ابو عبد قلت له لا قال لي ليه مش لانه ما بدي يقدمها قلت له لانه راح يبيعها رئيس الجمهوريه للسعوديين حيقولوا هو جابها وبيعها للسعوديين. انا مش يعني انا عم بقول الوزير جورج الرداحي شو بيحب يعمل نحن معه واذا حب يعمله يعمله لنفسه مش لانه انا ما بدي اقدمها يا خيله سؤال انا 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 انتبه انا ما بدي مكاسب من حدا بيطلع بكركي هو حر وين ما بيروح هو حر ولكن انا ما بقبل انا تكون اذا بدك انا ماني جايب جورج الداحي تقدمه فديه لحدا انا هذا العمود هذا العمود ما بقدم فديه لحدا انا عندي سؤال اذا بتسمح اذا عندي سؤال برايك ليه بتبقي بس هالحديث اليوم من بعد له شهر ونص معمول هذا السؤال اللي بينسأل اليوم يا هل ترى جورج الرداحي ليش انبعث؟ ثاني شيء يا هل ترى جورج الرداحي عذر ولا سبب؟ في فرق لأنه اليوم نحن شفنا البيان امبارح الكابتاغون وحزب الله والمطلوبين وهو بيقول وآخرا الوزير جورج الرداحي يا هل ترى هو عذر ولا سبب؟ اليوم أنا بطلب فرد شغلي من الدولة إذا بكرة سأل أو أقيل أو شو ما صار بالوزير جورج الرداحي. وأنا هون بحب أقول شغلة لن نسمي وزير بعد جورج الرداحي. نحن لن نتدخل بهذا الموضوع. نحن هاي الوزارة ما بقى نفوت عليها. هذا موقفنا. اسمعني خليني أقول شغلة بكرة بيمشي الحال تجي المساعدات بيجعوا بيعيدوا السفرة بيمشي الحال بيصير في دعم بيصير في شو إن شاء الله بدنا نشوف إذا لأنه نحن اليوم أوكي إذا هلقدي المشكلة ما كلنا عم نقول انه احنا عم نعرقل كل المساعدات وعم نعرقل الدعم وعم نعرقل ان شاء
شاء الله يرجعوا يمشوا ويعطون لاشخاص ما يعطون لدوله كمان. نحن بشيء لا جمعيات لا احزاب لا كل هذا. شو كان موقف سيدنا؟ شو كان موقف سيدنا اليوم؟ سيدنا بيتفهم. انا عم بحكي بكل صراحه وعم بحكيكم بكل صراحه. هذا موقفي انا يعني. وهذا موقف حكيته بموضوع ما يحكى اليوم عن لقاء للقيادات المارونيه بالكركي. نتمنى ما عندنا حكيته فيه اليوم حضرتك يعني. انا بعرف انه انحكى والشيخ فريد حكي مع سيدنا وكل الجو. ونحن اي ساعه اشاره من سيدنا نحن من اول يوم سلم سيدنا البطرك نحن رهن اشارته. بيعجبنا ما بيعجبنا بس من باب النصح ومن باب التوجيه مش من باب الاملاء على وزاره الداخل. ونعرف رصك على كرامه بس في كرامه لبنانيين. اذا كانت استقالته راح يعني تجنب البلد واضح هو بيعرف. هو بيعرف لك الوزير ارداحي بيعرف مصلحة البلد أكثر مني ومنه. هو بيعرف شو بده. ما في ذنب نحن يعني. ما في توجه محدد عنده لحد هذه اللحظة يعني؟ ثم أنت تركت الكرة بملعبه وتركت له هذه الحلول. ما تركت. عم بقول أنا اليوم أنا ما يطلب مني أنا 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 وراه شو بيقرر بعمل. لأنه مش لأنه تركت الطبيب لأنه ضبي. عم بقول لك أنا رأيي إنه هذا الزلمة بريء وعم بيظلم. هو بيقرر شو بده. سؤال لو سمحت مع الوزير، هل تعتقد بكل مجال استهداف الإسلامية الفرنجية كان لا يصل إلى الرئاسة؟ أنا ظروفي يعني أنا من أول يوم ما بضيع. رئيس الجمهورية الحالي اللي حكيه على السعودية وعلى الإمارات وعلى الخليج يعني اللي حكيه الوزير جورج الرداحي نقطة بأتلانتيك مش ببحر. بقى البترو دولار والعملة السوداء والدولار الأسود وكل هذا ومش الحال. بعدين الله بيفرجها يعني. هلا نحن عم نحكي هلا نصيحة أخوية من إسلامين فرنجية لجورج الرداحي. نصيحة أخوية بيعمل اللي بيبلي عليه ضميره. أنا 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 أنا, أنا, أنا هذا بلاقيه. هذا مش نصيحة. لوين رايحين بالبلد هلا؟ مأزومين دبلوماسيا اقتصاديا اجتماعيا سياسيا حكومة. لوين رايحين؟ رايحين بالبلد بس بتمنى تسألوا حالكم. اولا عندكم مسؤوليه وطنيه للاعلام. انا بتمنى انه تروقوها شوي لانه هذا التحريض 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 حيوصل لانفجار. وهذا الانفجار مش مصلحه البلد ومش مصلحه وسائل الاعلام بانتمائها. لوين بدنا نصير؟ هذا اللي انا 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 انا, أنا رايي. ثانيا بسال هيك سؤال، ليش اليوم راس الحرب ضد السنه مسيحي وراس الحرب ضد الشيعة مسيحي؟ أنا أتمنى إنه نحن المسيحيين عندنا دور علمنا إياه سيدنا يسوع المسيح، إنه نكون دائما وفائيين، إنه نكون دائما انفتاحيين، إنه نكون دائما جامعين. خلينا نفتش نلعب هذا الدور. ليه بدنا نضل نلعب دور ناخذ راس حربة لمشاريع ما وصلت إلا للتهلكة وما وصلت إلا لضرب المسيحيين بالنهاية؟ أنا هذا اللي عم أقوله. تفضل. الجلسة التشريعية الأخيرة يطير الانتخابات. طبعا معطوف عليه اللي عم بيصير هلا. عندك خوف على الانتخابات؟ أنا دائما كان عندي خوف على الانتخابات، ولكن أنا بلاقي اليوم خوف على البلد كمان، خوف على مصير البلد. اليوم اللي عم بيصير حولنا بالعالم بالمنطقة رو مزبوط، وشوفوا وين رايحة الأمور وشوفوا كيف رايحة الاتجاه. الحلول لازم دائما تصير بالإيجابية. أنا خايف ما نكون رايحين على حلول بالسلبية. يعني اليوم رئيس عون ب88 عمل حرب تحرير وب89 عمل حرب إلغاء وصار وصار وصار. طيب وقتها أنا برجع إذا بسألني شو بشوف اليوم؟ شوف رمز نحط كبير وقت اللي ضربوا المارونية السياسية من خلاله وانتهيت المارونية السياسية من خلاله. ما عمول أنا معه ولا ضده. وضربوا المسيحيين ككل من خلال ضربة العماد ميشيل عون سنة 89. أنا كنت بالفريق الآخر ونحن كلنا يعني بيتنا كان بالفريق الآخر عندما هزم المشروع المسيحي في الشرقية. هزمنا معه ونحن كلنا. ولذلك اليوم إذا عم بيرجع ينخلق رمز جديد مسيحي، إذا انضرب تنضرب مرحلة جديدة من الوضع المسيحي أو من الجو المسيحي سنهزم ككل. كلنا رح نهزم. ما يفكر حاله واحد انه اذا ربح نحن بنخسر واذا خسر نحن بنربح. اذا خسر بنخسر واذا ربح بنربح، لانه حيخسروا المسيحيه ككل بالبلد. هذا اللي نحن عم نقوله. فكروا مزبوط، هيدي الشعبويه ما بتطعمي خبز. بمناطقنا وببلاد مثل بلادنا
نحن لازم أن نشوف شو عم بيصير حولنا، نقرأ الجيوسياسية، نقرأ الوضع بالمنطقة، وعلى أساسها نشوف كيف بدنا نتأقلم بأحسن وضع وتجنيب ناسنا وعالمنا وشعبنا من التهلكة. إذا من راهن أنه شو بيحب الشعب يسمع، كلنا منعرف نحكي شو بيحب الشعب، بس يا هل ترى مش دايما مصلحته يلي هو بيحبه، لأنه ما مش لأنه ما بيعرف، لأنه ما عنده كل المعطيات. السياسي عنده كل المعطيات، أما الشعب مش دايما عنده كل المعطيات. لذلك نشوف انتبهوا. ماذا توجه كلمة إلى المملكة العربية السعودية؟ بقول لك نحن نتمنى كل العلاقات الطيبة. نحن بيت الملك سلمان بالأخص نحن نتمنى له كل الخير ومنحبهم. نحن ما بدنا يصير في مشكل، ولا بدنا يصير في أي زعل، ولا بدنا يصير شيء، بس كمان نحن نتمنى أنه كرامات الناس وأنه نحافظ عليها. لا يكون لك اتصالات مع السعودية بالموضوع؟ ما عندي أي مشكلة، رحوا السفير السعودي. لا، رح يكون عندك اتصالات؟ ما أنا انتبه، أنا امبارح مثلا دخل صديق قال السفير السعودي ما حدا طلبه منكم، قال له منطلبه برد، راح معي جهو. ما عندنا مشكلة، نحن ما عندنا يعني نحن لا نعتبر أنه نحن بمشكل مع المملكة العربية السعودية، هذا موقفنا. شكرا.